من أجمل الكنوز التي يحويها عقل الإنسان هو كنز الذكريات. وكلما كانت للإنسان ذكريات مبهجة في أماكن محددة، كلما اشتاق لهذه الأماكن التي تسطع عليه بأجمل المعاني، ويبغض الإنسان وينفر من كل مكان يلقي بظلال الجراح والآلام عليه. لكن ما أشد ويلات إنسان ذكرياته المؤلمة مع الحياة بأسرها، لو ثقل على كتفه حمل البلاء فتسيطر عليه مشاعر النقمة على هذا المكان الذي هو الحياة بأسرها، لأن الحياة هي الساحة والمضمار الذي شهد ميلاد هذا البلاء، وتصغر في عينه كل نعمة، وكأن البلاء صار ثقلا كبيرا على كتفه فأحنى ظهره، فصار وجهه ينظر تحت قدميه ولا يرى الفرج أمامه ولو كان على بعد خطوات. كريستينا أوناسيس بنت أغنى رجال العالم وقتها، اجتاحت مشكلتها العاطفية بعد أكثر من طلاق جميع جوانب حياتها المزدهرة، وكان جرحها العاطفي كفيل في إسدال الستار على ملياراتها الطائلة والخدم والحشم وأساطيل السيارات، بل وإسدال الستار على حياتها بالانتحار. وكم من إنسان انتحر معنوياً لفقدان الأمل فيما يمتلك من إمكانيات أن تكون هي حبله التي ينقذه من هذا البئر العميق. والأصعب في فقدان الأمل في الخالق أنه ما زال يريد أن يعتني به. الأمل وحسن الظن في رحمة المولى وفضله هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم اللي بيسير عليه من أيقن الهلاك حتى يعبر من فوق نيران البلاء. ولولاه ما احتمل أي مريض ويلات المرض، ولا استطاع من فقد حبيب أن يخرج من آلام الفراق، ولا قاوم أي فقير اعتصار أزماته المالية. فأنقذ نفسك من كراهية الحياة، وتأكد أن مفاتيح الفرج بيد من هو أرحم بك من نفسك، وابحث فيما هو متاح أمامك، لعل ربك أرادك أن تسلك طريقا آخرا ستولد فيه إنسان جديد.